معاكم ميك اب ارتست غادة خاجة. انا اليوم متواجدة في دبي، تحديدا في حلبة المصارعة مع بوتيكات. طبعا اليوم انا في تحدي مع ميك اب ارتست النوشة. انا وياها راح نتحدى على هذه الحلبة اللي قاعد تشوفونها وراكم. انا معاي الموديل شهد وهي معاها الموديل تمارا. شوف التحدي. يا ويلك مني يا النوشة، بس قلبي ما يطاوعني، احبها وايد. معاكم النوشة من الكويت. اليوم أنا جاية على دبي مع بوتيكات علشان نصور باتل أوف أرتست. رح نكون فريقين، أنا مع تمارا ضد فريق قادة. بما أن الوقت وايد رح يكون صغير قصير، فرح أسوي ميك اب وايد لايت ناعم بس في شي جاذبية، وديري بالك مني غادة. شروط المسابقة: عندكم 30 ثانية لتختاروا الميك اب و30 دقيقة لتعملوا أفضل لوك. خلصت البرايمر. هذا لا سري شريرة، وين شخصيتك الطيبة؟ وين وصلتي غادة؟ قاعد ثبت. لا اوه ماي جاد، ما تغشي. اوه ماي جاد، كيف كيف يعني انتم بعدكم على الكونتور؟ ساعة كونتور؟ انتو كونتور باودر. يا جماعة لا، وعم تاخذ بريك وترش عطر. ابوي عجيب، كيف انا كيف انا نرفع؟ تدرين ان الروايح تاثر بنفسيه الشخص وتعطيه طاقه؟ حياتي انت ونفسيتك. خاف منوم؟ لا 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 لا، بغيت احط لك. تامي وين اي لاينر؟ اي لاف يور ميك اب. ثانك يو، يو لوك جورجيس ما شاء الله. حبيت اي لاف ذا فاونديشن. اي حتى انا وايد حبيت الفاونديشن باي ذا واي. هاي بنات، انا شهد واليوم اشتركت بي باتل اوف ذا ارتست. كثير كانت اكسبيرينس حلوه لعده اسباب. اول سبب طبعا اني تعرفت على غاده، شفت الاكونت تبعها وشفت شغلها على الانستغرام وكثير حبيت. بس عن جد لما عملت لي ميك اب
اول ما طلعت بحالي بالمراية يعني I was shocked لانه عملت لي شيء انا مش متعوده ابدا اني اعمله، بس نفس الوقت كثير حبيت شغلها وانبسطت، مع انه هي ما كانت كثير كومبتيتيف. انا بطبعي حدا كثير كومبتيتيف ودائما بدي اربح، بس هي مسالمه جدا وربحنا اثنيناتنا which is good. فبدي اقول عن جد كانت اكسبيرينس كثير حلوه وان شاء الله تكونوا حبيتوا اللوك، وبدي اقول اكيد ثانك يو لابوتيكا. I'm Tamara Gabani. We just finished the Battle of the Artists. I had Anusha do my makeup. I absolutely loved it. I didn't think she was able to do such a full look in such a short amount of time. I'm really happy with it. Thank you so much, Anusha and Boutique Cat. I love the experience.